من هي إيميليا كلارك؟ ولدت إيميليا كلارك في لندن بإنجلترا سنة 1986، وقد أبدت اهتماما كبيرا للعمل في سن مبكرة. وبعد تخرجها من المدرسة الثانوية انضمت إلى مركز الدراما الشهير في لندن، دراما سنتر لندن. وبعد أن أخذت عدة أدوار صغيرة مختلفة على شاشة التلفزيون، كانت خطوة كلارك الكبيرة والمفاجئة في سنة 2011 عندما أدت دور دينيريس تارجاريان في السلسلة الناجحة جدا والضخمة التي تنتجها قناة اش بي او صراع العروش جيم اوف ثرونز. ومنذ ذلك الحين اشتركت في عدة أعمال على مسرح برادواي، بالإضافة إلى تأدية أدوار البطولة في العديد من الأفلام السينمائية. ولدت إيميليا كلارك في لندن سنة 1986 وترعرعت في ريف أوكسفورد أوكسفوردشاير. بدأ اهتمامها بالتمثيل في سن مبكرة عندما أخذتها والدتها إلى أحد مواقع الإنتاج التابعة للفرقة الموسيقية الكلاسيكية شوبوت، حيث كان يعمل والدها هناك مهندسا للصوتيات. وزاد من شغفها بالتمثيل مرافقتها لوالدها في رحلاته المستقبلية إلى المسرح. تلقت كلارك تعليمها في مدرسة راي سانت أنتوني وتخرجت من مدرسة سانت إدواردز في أوكسفورد. وخلال تلك الفترة ظهرت في الإنتاج المسرحي لكل من 12 نايت ويست سايد ستوري، وقالت إنها تعلمت أيضا الغناء وعزف الجيتار كي تزيد من فرصها في الدخول إلى عالم التمثيل. بعد تخرجها من المدرسة الثانوية قبلت في مركز دراما سنتر لندن، والذي درس فيه أيضا وتخرج منه ممثلون آخرون مشهورون مثل مايكل فيسبندر وكولين فيرث وتوم هاردي. وخلال دراستها هناك ظهرت كلارك في العديد من الأعمال التي أنتجها المركز. بعد الانتهاء من دراستها في مركز الدراما سنة 2009، قررت كلارك العمل والبدء في بناء مسيرتها المهنية، وأخذت أول دور تلفزيوني لها في السلسلة الدرامية التي تنتجها قناة بي بي سي دكتورز. كما أنها قد ظهرت في العديد من الإعلانات التجارية، ويأتي الدور الأكثر أهمية في العام التالي، حيث شاركت في الفيلم الخيالي العلمي المرعب ترياسيك أتاك سنة 2010. ولكن على الرغم من دخولها ومشاركتها في مجال التمثيل، عملت كلارك في عدة أعمال في اليوم الواحد لتغطية نفقاتها الخاصة. وقد كانت الصدمة بالنسبة لها عندما تلقت مكالمة هاتفية من وكيل أعمالها سألها فيها إن كانت تستطيع أن تؤدي تجارب الأداء للسلسلة التلفزيونية الشهيرة التي ستنتجها قناة اش بي او جيم اوف ثرونز. وعلى الفور اعتذرت كلارك من شركة المطاعم التي كان من المقرر أن تعمل لصالحها بحجة المرض. وبعد نجاحها في تجارب الأداء جرى اختيارها لأداء شخصية دينيريس تارجاريان التي ستكون الملكة وأم التنانين. وقد كان الدور في الأصل ممنوحا للممثلة الشابة تامزين ميرشان، التي عزفت عن المشاركة في المسلسل بعد تصوير الحلقة الأولى التي لم تذع على الهواء، وذلك دون ما معرفة أسباب رحيلها. كان مسلسل صراع العروش مقتبسا من سلسلة روايات A Song of Ice and Fire للمؤلف جورج مارتن، وقد لاقى صدى ونجاحا كبيرين، ووصل عدد مواسمه إلى 7، كما كسب جوائز لا تعد ولا تحصى على مدار السنوات الست الماضية. وبالنسبة لدور كلارك في المسلسل فقد تلقت عنه عدة جوائز إيمي وعدة ترشيحات لجائزة سكرين أكترز جيلد. وفي سنة 2011 فازت بجائزة انترتينمنت ويكلي إيوي أورد. أدت شهرة كلارك الجديدة بسرعة إلى مشاركتها في مشاريع أخرى، بما في ذلك دور البطولة سنة 2012 في الفيلم الدرامي الموسيقي سبايك آيزلاند. وقد ظهرت لأول مرة في سنة 2013 على مسرح برودواي حين قدمت دور هولي جوليتي في العرض المسرحي، كما تألقت أمام الممثل جودلو في الفيلم الكوميدي البريطاني دوم هيمينغواي. وقد أدت كلارك دور سارة كونور في فيلم تيرميناتور جينيزيس إلى جانب الممثل المشهور أرنولد شوارزنيجر، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم مي بي فور يو سنة 2016. وطبعا ستستمر مشاركتها في الجزء الثامن والأخير من مسلسل صراع العروش. في سنة 2012 كانت إيميليا كلارك على علاقة بالمنتج والممثل المشهور سيث ماكفارلان، ولكنهما انفصلا عن بعضهما بعد 6 أشهر تقريبا، غير أنهما ما لا يزال صديقين. أقامت كلارك في هامبستيد
لندن سنة 2015، واشترت في العام التالي منزلا جديدا لها في منطقة فينيس بيتش في مدينة لوس أنجلوس. المسلسل التلفزيوني المفضل لدى إيميليا كلارك هو جيرلز. عملت نادلة في أحد المطاعم خلال مرحلة شبابها، وتقتني كلارك كلبا اسمه روكسي. لو لم تحترف مهنة التمثيل لعملت مهندسة معمارية أو مغنية أو مصممة جرافيكس كما تقول. عندما كانت كلارك طالبة عملت في 5 وظائف لتأمين نفقتها.